جايبه لكم النهارده وصفه سهله جدا، وانا ورداينا هنقدمها النهارده. زي ما انتم شايفين كده، دي تحليه حلوه قوي قوي وسهله جدا وبسيطه، وممكن تعمليها تفطري بيها على الفطار او بالليل في العشاء بعد العشاء، بجد تحفه. لو عايزه تعرفي احنا عملناها ازاي كملي معايا الفيديو وانت هتعرفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة رودينا هتقدم لنا وصفة حلوة جدا، للي طبعا حابب بيعمل حاجة مسكرة كده وحاجة حلوة اخر النهار، يعني ممكن تنفع للعشاء او كمان للفطار، وقت ما تحبي تاكلي حاجة حلوة. دي سهلة جدا وبسيطة، ممكن تقولي بقى المقادير. ماشي. اتفضل. بيضتين ايوه وزبدة ومربى. ايه ده؟ ارفع ارفع ارفع. كوباية لبن، المكون الأساسي التوست، تمام. وطبق فرز. يلا هنبتدي نعمل الوصفة ازاي. يلا عماله تقولي انا هعمل الفيديو انا هعمل الفيديو، وهي طالعه بقى مكسوفه. هنحط الايه؟ البيض البيض بيضتين مع اللبن، هنخلطهم كويس جدا. دلوقتي هننزل معلقه القرفه الصغيره زي ما انتوا شايفين كده، وهنخلطهم كويس جدا. طبعا ممكن تحطي بدل القرفة، لو مش حباها ممكن تحطي الفانيليا. معلش بقى اعذروني، عملت دبلجة للفيديو عشان اتلخبطت في معلقة القرفة وقلت فانيليا، اعذروني. زي ما انتوا شايفين كده رودينا بتقلب فيها كمان اهي، ممكن لو انتي مش حابة القرفة ممكن تضيفي فانيليا، بس طبعا القرفة بتغطي على ريحة البيض وما بتخلوش ريحته زفرة. هنبتدي دلوقتي نعملها واوريكم شكلها بيبقى عامل ازاي. دلوقتي هنحط قطعة الزبدة اول ما تسيب. خلاص يلا بقى اعملي التوست. يلا بالشوكة. هتختص. لازم تختص. تمام. ايوه برافو عليكي. ايوه اهي. قربي بقى الطبق، قربي الطبق. اهو. بس بالشوكة اعمل مجهز واحدة؟ اهو. ماشي. هاتي بالشوكة. زي ما انتوا شايفين كده اول ما تحمر من تحت نقلبها. زي ما انتوا شايفين كده بعد ما قلبتها هعمل بقى واحده تاني وارجع اوريكم. رجعت لكم بعد ما خلصنا الوصفه بتاعتنا، التحليه بتاعتنا الجميله دي اللي احنا عملناها انا ورودينا. يا رب تكون النهارده عجبتكم اهي. ورينا هتقدميها ازاي يا رودي. يلا هتقدميها ازاي. احنا بناخد دلوقتي كده زي ما انتوا شايفين كده التوست، وبنحط عليه المربى او عسل، عسل نحل، بتحطيه كده في القطعه كده. طبعا انا مش حاطه على التوست الخلطه اللي احنا عملناها، ما حطيتش عليها سكر عشان انا بستكفى بالمربى. لو انت حابه تبقى تكون مسكره اكتر من كده ممكن تحطي عليها سكر. ندوق بقى بتاعت رودينا اللي عاملاها لنا. دوقي يا دودي، رودينا اللي هتدوق. بس كده مش عارفه، مش عارفه تاكل، مش عارفه تقطع حاجه. جميله صح؟ هاتي ولا سكينه ولا حاجه كده. حلوه يا جماعه، تعالوا قطعوا معايا. ولا انا بقول ايه؟ والله جامدة جامدة صح؟ حلوة قوي.
كوبايه بقى نسكافيه. لبن. لا نسكافيه. لا لبن. يا رب تكون النهارده الوصفه بتاعتي النهارده عجبتكم، ولو عجبتكم الوصفه ما تنسوش لايك لرودينا وشير ليا، ما تنسوش. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.